فيديو اسئله شهر 2. طبعا احنا معودينكم ان احنا كل شهر بنعمل فيديو اسئله ونجاوب فيه على كل الاسئله، وبنحاول احنا نخلي الفيديو ده مستمر كل شهر، يعني يبقى كل شهر فيه فيديو اسئله علشان نقرب من بعض اكتر، ونلغي بقى حوار ان انا قدام الكاميرا وانت ورا التليفون والكلام ده، ويبقى فيه اسئله ونجاوب والكلام ده يعني. فتعالوا ناخد شويه اسئله كده من اللي انتوا قلتوها لي، وطبعا في اسئله متكرره كتيره جدا جدا، انا مش هعرف اجاوب على الاسئله دي كلها. ده اول حاجه. تاني حاجه ان في اسئله اصلا احنا جاوبنا اصلا عليها في الفيديو بتاع الاسئله بتاع شهر واحد، زي عندي كام سنه، ساكن فين، كنت بتدرس ايه، كل الاسئله دي جاوبنا عليها في الفيديو الاولاني. هسيب لك الفيديو ده تحت في الديسكربشن، روح اتفرج عليه لو انت عندك اي سؤال ما جاوبتش عليه، هتلاقيني مجاوب عليه هناك. طيب ناخد بقى كده شويه اسئله. اول سؤال قدامنا علي ايمن بيقول لي قصه اليوتيوب ايه. هي قصه عشوائيه جدا جدا، ان انا شفت الناس بتعمل فيديوهات على اليوتيوب، وانا كنت اصلا حابب الحوار ده، حابب ان انا اطلع على اليوتيوب كايزا فلوجز او حاجات بعملها او حاجات بحفزهم فيها والكلام ده. فخلصت ثانويه عامه وجبت التليفون بتاعي، كان ساعتها لينوفو اي 5000، كانت الكاميرا بتاعته تقريبا 2 ميجا بكسل اللي هي الاماميه دي. رحت حاطط التليفون ومتكلم وايه طلقت العنان. بس يعني بص كانت التجربه حلوه جدا جدا، فكره ان انا احط الكاميرا وابقى خايف جدا من الكاميرا، وبعد كده الاقي شويه بشويه الحوار بدا يبقى بسيط جدا معايا، وتعودت على المونتاج والكلام ده يعني، فالحوار جامد جدا جدا. طبعا شايفين طبعا ان في طبعا ضوء احمر كده سيكا، انا مش عايز ابين السيت اب الجديد، كل حاجه هيجي في الوقت المناسب علشان في سيت اب جديد جامد جدا جدا. نيجي للسؤال الثاني. يوسف وبيقول لي مين مثلك الاعلى. هو زمان كان مثلي الاعلى واحد اسمه كريم اسماعيل، هسيب لك الصوره بتاعته هنا كده، ويعني غريبه اللي هو اسمه كريم اسماعيل احمد وانا اسمي كريم اسماعيل احمد. طبعا شايفين طبعا ان كريم عفت، ولكن ده اسم العيله يعني، ولكن انا اسمي برده كريم اسماعيل احمد، وكان الموضوع غريب بالنسبه لي ان انا اشوف واحد ناجح زي كريم اسماعيل وانا برده اسمي كريم اسماعيل، فانا ممكن اقدم محتوى زيه وابقى مشهور زيه والكلام ده. ولكن انا حاسس ان انا دلوقتي لما كبرت شويه الحوار اتغير سيكا، بقى فكره ان الناس هي اللي شايفاك مثلا اعلى والكلام ده، وده بيخليك في خطر جدا سيكا، اللي انت خايف على الحاجات اللي انت بتقولها، خايف على الالفاظ اللي انت بتقولها، خايف على السلوك اللي انت بتعمله، لان في ناس شايفاك مثلك الاعلى. فانا شايف ان دلوقتي مفيش حد ممكن يكون مثل الاعلى يعني، انا بحاول انا اعلى على نفسي كل فتره كده من الزمن يعني، واقارن نفسي بنفسي وانا زمان وانا دلوقتي واشوف ايه الفرق. فممكن اقول لك مثلا ان مثل الاعلى هو كريم اسماعيل اللي هو انا مثلا بعد 10 سنين، هو ده مثل الاعلى. داود بيقول لي بتشجع مين؟ انا مش عارف انت بتشجع مين في يعني هنا ولا بره، ولكن انا لو هنا بشجع الاهلي المصري. عمار بيقول لي عاوز ابدا في المحتوى وعندي افكار بجد حلوه قوي، بس ما عنديش المعدات اللي ابدا بيها، تنصحني بايه؟ الحاجه الوحيده اللي انصحك بيها ان انت اكيد عندك تليفون، انت طبعا كتبت لي الكومنت ده من تليفون يعني، فحط التليفون وصور وعيش يا زميلي. ولو على المعدات انت ممكن تصور مثلا قدام لمبه عادي خالص، ممكن بعد كده لو انت مثلا حوشت فلوس والكلام ده تجيب لك مثلا رينج لايت، رينج لايت عامل 150 جنيه 100 جنيه، حط يا باشا رينج لايت مع التليفون وهيعملوا معاك فرق جامد جدا جدا. ولو عايزين نعمل فيديو بقى عن المعدات بتاعت الاضاءه وازاي تصور صور جديده وازاي تصور فيديوهات والكلام ده، اكتب لي تحت في الكومنت ونعمل فيديو عن الحوار ده بالتفصيل الممل. ماي كوين بتقول لي انت بتشتغل ايه؟ حاليا انا لسه متخرج مش شغال، ولكن انا شغلي دلوقتي ان انا مركز على اليوتيوب بصراحه، مركز على الفيسبوك اكتر يعني، ان انا عندي ناس بتتابعني، فانا بجيب منتجات جديده او بحاول ادور واعمل سيرش على الحاجات الجديده اللي نزلت عشان اروح اجيبها من الاماكن بتاعتها واعمل عليها فيديو. زياد بيقول لي ازاي فكرت في المحتوى. طبعا اللي ما عرفنيش طبعا من زمان عارف ان انا اصلا كنت بقدم محتوى لايف ستايل وموتيفيشن سبيكر، ان انا ازاي تلبس لبس كويس وازاي تهتم بشكلك وازاي تهتم بلبسك وازاي تهتم بتعبير وشك والكلام ده. ولكن هي جت معايا صدفه ان انا كنت بوري الناس ازاي بعمل ايس كوفي، لان انا اصلا واحد بحب الايس كوفي جدا جدا، وعملت فيديو ازاي تعمل ايس كوفي باقل التكاليف او ازاي تعمل ايس كوفي بجنيه واحد بس، ولقيت الفيديو ضرب. تاني يوم لقيته وصل لحاجه و30000، وبعد كده 100000 150000 200000، ولقيت ان الناس اصلا حابه المحتوى بتاع الايس كوفي او بتاع الاكل او بتاع الحاجات الرخيصه عموما، فبدات ادوس في الحوار ده، فهي جت بالصدفه يعني. نجاتي ده ولد بيقول لي ما معنى الحب. ما تنشف يا ابني انت كده في ايه. عبد الرحمن بيقول لي هو انت ليه جامد؟ علشان يا زميلي انت بتتفرج عليا، طول ما انت بتتفرج عليا فانا هبقى جامد. مرعب انا مرعب. ياسين بيقول لي بتشجع مين، اوروبي ومحلي؟ طبعا محلي بشجع الاهلي، واوروبي هو الموضوع يعني مش عارف اجابلك ازاي. هو لو احنا نتكلم على اسبانيا فانا بشجع مدريد طبعا، ولو على انجلترا فانا بشجع ارسنال. من فئه بقى ممدوح نصر الله ومروان سري. بص يا زميلي كلنا كده يا باشا ايه في كومه واحده كده، بس انصحك ان انت ما تقلدنيش خالص في حوار ارسنال ده يعني، اوعى تقلدني اوعى. سلمى بتقول لي ايه نوع المحتوى اللي بتقدمه بالظبط، او بتلاقي نفسك في ايه في المحتوى؟ نوع المحتوى اللي انا بقدمه ان انا بجيب حاجات بسعر رخيص او بجرب حاجات جديده، بحيث ان الناس اللي بتتفرج تشوف الحاجات دي بتتعمل ازاي، اللي هي مثلا الحاجات الرخيصه يعني، لو عرفت اجيب لهم عرض، لو عرفت اجيب لهم تركايه في مطعم، تركايه في مول، حاجه زي كده يعني، وان انا اجيب منتجات جديده
الناس مش عارفه عنها حاجه او بتشوفها بس سعرها غالي، وبجيبها وبقول لهم رايي فيها بكل صراحه والطعم بتاعها عامل ازاي بالظبط. فهو بقى بعد الفيديو يقرر هو عايز يشتري المنتج ده ولا ما يشتريش المنتج ده بس. وده يعني المحتوى بتاعي بكل بساطه. يعني ديمانا او دومانا مش عارف بتقولي بتكلم كام بنت؟ ولا بتكلم بنت في حياتي خالص، مفيش اي بنت في حياتي خالص. يخرب بيت ام الكذب والله العظيم. عبد الرحمن بيقول لي اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي يا زميلي. عبده بيقول لي ايه اكتر اكله بتحبها؟ اكتر اكله بحبها هي شاورما البانيه، بص بتخطفني كده من جوه. لكن اكتر اكله بقى يا زميلي البطاطس المحمره. بص يا زميلي تنفع في اي مناسبه واي عزة، تنفع فرح، ينفع عزومه، تنفع طلاق، ينفع جواز، ينفع. انا اصلا في فرح هقدم بطاطس محمره للناس. يوسف بعت لي ايه لوكشه اسئله كده. اول حاجه يومك بيمشي ازاي؟ تاني حاجه لو جالك فرصه تقدم محتوى غير المشروبات والاكل ايه هي؟ وتالت حاجه لو مش انت في مجال اليوتيوب حاليا كنت هتبقى ايه؟ يومك بيمشي ازاي دي انا بتكلم عليها بالتفصيل الممل على الانستجرام، فروح تابعني على الانستجرام. هنا بعمل هناك محتوى حاجه اسمها ميني فلوجز، بقول لكم يومي ماشي ازاي بموضوع كوميدي جدا يعني وحلو. الفيديو بيبقى مده دقيقه، يعني بقول لك ان انا النهارده رحت الجيم، الصبح كلت، بالليل شربت ايه كده يعني. فروح تابعني على الانستجرام عشان بنقدم هناك المحتوى ده، بيبقى جامد جدا جدا ومسلي جدا جدا. تاني حاجه لو جالك فرصه انك تقدم حاجه تانية غير المشروبات والاكل، يعني تقدم ايه؟ شايف نفسي ان انا ممكن مثلا اقدم تحليل كوره، او ممكن اقدم مثلا محتوى جيمنج، لان انا اصلا عندي قناه جيمنج اصلا بلعب عليها فيفا وبيس والكلام ده. ولو عايزيني اروح اكمل فيها هناك يعني ننزل هنا وهناك يعني، والناس اللي بتحب الجيمنج تقول لي واروح هناك وانزل فيديوهات جديده والكلام ده. ماستر ليك بقى يا باشا، بص اللي انت عايزه. فانا ممكن اقدم محتوى جيمنج يعني. ثالث سؤال لو مش انت في مجال اليوتيوب حاليا كنت هتبقى ايه؟ كنت هبقى موظف عادي خالص، شغال في بنك ولا اشوف شغال فين يعني. حياه روتينيه جدا جدا، ان انا اصحى الصبح البس الكرافته، احلق داني، انزل الشغل، واحد يقول لي اعمل وما تعملش وكده، بعد ما اخلص اجي انام علشان ثاني يوم اروح الشغل والكلام ده. وانا واحد ما بحبش الروتين ده خالص. مصطفى بيقول لي بتجيب افكار الفيديوهات ازاي ونوع الكاميرا بتاعتك اللي بتصور بيها ايه؟ بجيب افكار الفيديوهات هي بتبقى موضوع يعني، انت لما تعمل فيديوهات كتيره بتتعود على الافكار دي يعني، ان انت بتبقى مثلا انت قاعد فيجي لك فكره فيديو فتكتبها عندك في البلاي ليست او حاجه زي كده يعني. فتبقى انت عندك فكره، ان انا والله من شويه او اول امبارح او اول امبارح جالي فكره فانا كتبتها في البلاي ليست. فبفتح بقى البلاي ليست ده كل اسبوع كده واشوف ايه اللي انا ممكن اصوره الاسبوع ده، ده المحتوى اللي هو في البيت. لو انا بقى ماشي مثلا بقى في السوبر ماركت فلقيت مثلا منتج او حاجه زي كده، ساعتها بيجي لي فكره الفيديو دلوقتي حالا وانا بشوف المنتج ده، مثلا يعني زبادي يوناني ده على فكره فيديو هينزل قريب يعني، بشوف مثلا الزبادي اليوناني قدامي مثلا بكل انواعه، فبيجي لي فكره ان انا اجيب منتج ده اللي هو الزبادي اليوناني بكل انواعه واطلع اعمل فيديو واعمل مقارنه عليه. ففي افكار بتيجي لي في ساعتها، وفي افكار بتيجي وانا بكتبها في البلاي ليست وبحضر لها يعني وعمال ما اجيب الحاجات وكده يعني. وبس كده يا مصطفى. خديجه بتقول لي اكتر مكان بتحب تروحه وانت مخنوق ايه، واكتر شخص بتحب تكلمه عن اللي جواك لما بتبقى مخنوق؟ اكتر مكان بحب اروحه هو سيد الصاوي. طبعا انت مش عارف، انت عارف سيد الصاوي ولا لا؟ بس سيد الصاوي دي اللي هي في الزمالك او الزمالك، بحب كده اروح هناك ومنتج هناك واعمل ابلود من هناك والكلام ده يعني. المكان بيبقى حلو جدا جدا، ممنوع التدخين، ممنوع الصوت العالي، ينفع للمذاكره، مكان رايق جدا جدا. وعملت فيديو على فكره عن سيد الصاوي بالتفصيل الممل، هتلاقيه تحت برده في الديسكربشن، ازاي تروح سيد الصاوي ب 20 جنيه بس وب 150 جنيه السنه كلها. فيك بقى بتحب تكلم مين عن اللي جواك لو انت مخنوق كده يعني؟ بحب ان انا ادخل على اليوتيوب بصراحه، ان انا اقرا روايه، ان انا امنتج فيديوهات، الحاجات دي بتخليني اتلهى جدا عن الزعل واللي جوايا وكده يعني. لكن ما فيش حد في بالي ان انا اروح اقول له ايه انا مخنوق من كذا يا زميلي وسامحني يا زميلي لا مش انا خالص. فبحاول اطلع كل ده في المونتاج في التصوير كده يعني. مينا بيقول لي ايه نوع موبايلك؟ نوع موبايلي هو ايفون 7 وهو ده اللي بصور بيه دلوقتي لحد ما نغير الكاميرا بقى كده وانا ايه نعمل ابجريد كده ونجيب حاجه احدث. اخر سؤال من عمر بيقول لي مواصفات جهازك ايه وسعر صوص الشوكولاته ايه ولعبتك المفضله؟ مواصفات جهازي ايفون 7 عادي خالص، ادخل اعمل سيرش لايفون 7. انا مش عارف كان قصدك على مواصفات جهازي اللي بصور بيها ولا مواصفات جهازي اللي بمنتج بيه، فمش عارف حدد سؤالك في الحته دي يعني. سعر صوص الشوكولاته ايه؟ 12 جنيه. واخر حاجه هي لعبتك المفضله هي فيفا. فيفا من الالعاب حرفيا اللي ممكن لو قعدت قدامها 12 ساعه ما احسش بنفسي، بفضل العب بقى يا زميلي وانسى نفسي بقى خالص في الحوار ده. ففيفا جامده جدا جدا. بس كده كفايه قوي قوي الاسئله بتاعت شهر 2 دي. ان شاء الله اقابلكم في الفيديو اللي جاي بتاع الاسئله اللي في شهر 3، هيبقى برده في اخر شهر 3. تنساش طبعا الانستجرام هنا لو انت عايز تسالني اي سؤال برايفت طبعا ارد عليك وكده، او لو عندك حد عايز تعمل له اعلان اروح واشوف هل فعلا ممكن يقدم حاجه حلوه للناس، اعمل له هناك اعلان واصور عنده والكلام ده. شير في كل مكان، لايك في كل مكان، عايزين نوصل ل 100 الف ورا بقى. وكالعاده دوس يا كوتش، السلام عليكم.